السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الرحمن الخير، من مدينة مكناس، عمري 14 سنة، أدرس بالثانوي الإعدادي الرازي بمستوى ثالث إعدادي. عرفني على هذه الجمعية والدي، حيث أردت أن أتعلم من تكويناتكم البرمجية التي تطرحونها على هذه المنصة. استفدت من عدة تكوينات في هذه الجمعية، أولها كان تكوين سكراتش، وأيضا تكويني ماينكرافت والروبوتيك، وأخيرا هذا التكوين والذي هو تكوين مونتاج فيديو. أفادتني تكويناتكم في حياتي الشخصية، حيث كان لها هدف واضح وهو توسيع الخيال والإبداع لدى الجميع. أعبر عن امتناني وشكري الجزيل لمؤطري هذه الجمعية، حيث أفادوني وأفادوا جميع منخرطيها، وأتمنى أن يستفيد منها أشخاص آخرون كما استفدت منها أنا. Thank you. Thank you for your smile along with the sweetness and togetherness.